لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات. رحبت مصر بتوصل مؤتمر المناخ المنعقد في دبي إلى توافق حول عدد من القرارات التاريخية، مشيدة بنجاح دولة الإمارات العربية الشقيقة في تنظيم الدورة 28 لدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28. أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة للمفاوضات التي أفضت إلى التوصل إلى توافق الإمارات لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها. أكدت مصر أن نجاح الإمارات في ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، لا سيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر COP27.